بعد اذنك بقى استاذه ياسمين، ما لقيتش احسن منك تكون مراتي. اعتبرها خطوبه يا اوتاكا ولا طبعا. التيك توكر محمد اوتاكا بيتقدم لخطوبه البلوجر هدير عبد الرازق على الهواء مباشر. اعتبرها خطوبه يا اوتاكا ولا طبعا. نفسي تتجوزيني، والجمهور مش عاجبه اللي حصل. اتصدرت البلوجر هدير عبد الرازق ترند محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وده بعد ما ظهرت في برنامج شاي بالياسمين على قناة النهار مع الإعلامية ياسمين الخطيب، وكشف الكواليس اللي حصل معاها. لكن على العكس المعتاد، إن وقت عرض الحلقة اتفاجئ الكل بدخول التيك توكر محمد أوتاكا، وقدم خاتم لهدير على الهواء وطلب منها يتجوزها. طبعا هدير وافقت وما كانتش مصدقة، لدرجة إنها عيطت من الفرحة، خصوصا إنها أكدت أكتر من مرة إنها عايشة قصة حب مع أوتاكا. لكن حاليا كان في بينهم خلافات وعلى وشك الانفصال، لكن بمجرد دخول أوتاكا وافقت هديرة على عرض الزواج، واتكلمت عن علاقتها بأوتاكا وازاي نشأت قصة حب بينهم. وقالت هدير: أوتاكا أول حد طلع دافع عني على السوشيال ميديا، وقال الناس ما يصدقوش عني أي حاجة وحشة، والغريبة إن وقتها ما كانش في بيني وبينه أي سابق معرفة ولا عمرنا اتكلمنا مع بعض، فحسيت اني لو اخته مش هيطلع يدافع عني كده. هدير قالت كمان ان أوتاكا طلب من كل الانفلونسرز والبلوجر على السوشيال ميديا انهم يدافعوا عني بعد ما نشرت ورقة قسيم الجوازي. قعدت فترة كبيرة مختفية عن السوشيال ميديا، واول لما قررت ارجع اشتغل وانزل ستوري مع اهلي، لقيت أوتاكا بعت لي مسجات على الواتساب وقال لي: هدير مبروك انك رجعتي، برافو عليكي، انت قوية، وقعد يدعمني. وبعدها بدأ بينا قصة الحب. هدير فاجأت الكل كمان على الهواء، وقالت انها نفسها تعمل بيت وتتجوز وتستقر وتبعد عن السوشيال ميديا نهائي ومشاكلها، وانها لو اتجوزت أوتاكا هتختفي وتحاول تأسس أسرة وتبعد عن كل النقد ده، خصوصا بعد ما طلبت منه انه يبعد عنها بسبب مرورها بأزمات نفسية كتير، وانها مش عارفة هي لسه عاوزة ايه. ومن وقت ارتباط محمد أوتاكا بهدير عبد الرازق وهو بقى حديث السوشيال ميديا، والناس بقت بتسأل عنه. محمد أوتاكا هو احد منشئ المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، ولديه عديد من المتابعين اللي بلغ عددهم 87 الف متابع على الفيسبوك، ومليون ونصف متابع على التيك توك. محمد أوتاكا قعد فترة كبيرة مختفي عن السوشيال ميديا، لكن رجع من فترة وبدأ يظهر مع هدير. أوتاكا قال إن أهله في البداية رفضوا ارتباطه بهدير، وشافوا إنه ما ينفعش بسبب اللي حصل معاها، لكن هو أصر على كده، خصوصا بعد ما قال إن هدير شخصية طيبة وتم استغلالها وإنه حاليا بيحبها. وتعرض أوتاكا لهجوم كبير من الجمهور، واتقال إنه بيستغل هدير علشان يطلع ترند ويحقق ريتش على السوشيال ميديا. لكن طبعا أوتاكا نفى كل ده، وقال إن فعلا بيحب هدير وعايز يتجوزها.